تكسب دورة جديدة اللي هي عن الفون جاب كوردوفا. طبعا الفون جاب هو ايضا فريمورك عن طريقة تتم تصميم مجموعة تطبيقات او تطبيقات للموبايل سواء كان اندرويد سواء كان بلاك بيري سواء كان اي او اس ايفون وحتى مجموعة بلاتفورمات منصات اخرى من الموبايل. الفون جاب ما يفرق كثير عن الايونيك اللي شرحناها سابقا. هذه الدورة حناخذ مجموعة اشياء اساسية كيف نصنع تطبيقات للموبايل عن طريق الفون جاب. هذا لمن موجه؟ للناس اللي ما تملك اي خلفية عن الاندرويد، لانه اذا تحب تصمم اندرويد تطبيقات اندرويد اكيد لازم تعرف لغة اندرويد وتعرف كذلك معها جافا. للناس اللي عندها خبرة او عندها على الاقل مفهوم ال HTML5 CSS او HTML CSS3 جافا سكريبت، ممكن ايضا نساعدهم انه يعملون تطبيقات الاندرويد او الاي او اس او حتى كان البلاك بيري. اضف الى ذلك في ناس ايضا ممكن تعمل تطبيقات، تحب تعمل تطبيقات للايفون لكن مشكلتها الاساسية انه هي ما بتعرف تشتغل على Objective C وكذلك ما بيعرفون يشتغلون على السويفت. اذا هاي الدورة موجهة للويب ديفلوبرز لمطورين المواقع. اضف الى ذلك مش شرط لو يكون مطورين مواقع، حتى انت اذا ما كان عندك اي خلفية برمجية انا حساعدك وحاعطيك كثير نصائح واعطيك ايضا مجموعة مواقع ممكن تستفاد من عندها تقوي نفسك في ال HTML وال CSS CSS3 HTML5 والجافا سكريبت. اذا نبدأ. بالنسبة للمتابعين، للناس اللي تحب انه تتابعني على الموقع الرئيسي، طبعا نذهب مثلا for example اغلق هذا، نذهب لمحمد، مجرد اكتب محمد عيسى حيظهر عندك كل الاشياء. لاحظ يظهر عندك محمد عيسى كيوتيوب في قناتي، حتلقى كل الاشياء كل الدورات. هذا هو قناتي. اوكي محمد عيسى ممكن تستخدمها لاي شيء، ممكن للفيسبوك جوجل تويتر جوجل بلس يوتيوب. لاحظ هذا هو الماي شانل، فيها مجموعة دروس بلاي ليست، فيها مجموعة دروس برمجية، كذلك للشبكات. سنة 2016 احنا كنا مخصصين للشبكات لكن انا حبيت اعمل موجة برامج وتطبيقات الاندرويد او الموبايل بشكل عام. عندنا ايضا ممكن تذهب للموقع الرسمي، موقع الرسمي محمدعيسى.com. لاحظ محمدعيسى.com هذا هو موقع رسمي. ممكن تتابع ايضا موجود فيها سكشن قسم للدورات، ممكن تتابع الدورات فيها. اوكي هذا هو قائمة الدورات اللي موجودة، ممكن تتابع الدورات وكل دورة فيها تفاصيلها. اضف الى ذلك ممكن انت ايضا في الموقع بتلاقي في الاسفل يوتيوب تويتر لينكد ان جوجل بلس فيسبوك. بالنسبة لصفحتي الرئيسية في الفيسبوك، هذا هو صفحتي الرسمية في الفيسبوك ايضا محمد عيسى. بروفايل الخاص انا ما بستطيع انه اعمل اد فريند اضيف اصدقاء لانه للاسف وصل الصداقة عندي كثير، لكن هذا صفحتي الرسمية ممكن انه تابعني وفيها مجموعة اشياء. طبعا احيي هذه الاردنية اللي عدها تمتلك عقل جبار جدا وتنقب مشروعها في ناسا. اذا هذا هو صفحتي الرسمية على الفيسبوك. أضف إلى ذلك أنت في عندك أيضا تويتر ممكن تتابعني عليها، كذلك في تويتر محمد عيسى، لاحظ محمد عيسى. في الجوجل بلس أيضا في عندك محمد عيسى، وفي عندي مجموعة جروبات أيضا أنا مشارك فيها ممكن تشوف فيها التحديثات الأبديت اللي يحصل فيها. لاحظ هذا أيضا في الجوجل بلس كذلك محمد عيسى نفس الشيء. في السيرش في البحث بتلاقي أنه محمد عيسى في عندك كلها محمد عيسى. لاحظ على انه انا بشترك في جوجل اي دي اس فبدفع لهم اشتراك شهري حتى يظهر اول شيء حتى يساعد الناس. لاحظ مجتمع لغات البرمجة هو مجتمعي الخاص انا اضيف بيها كل الاشياء الجديدة الحديثة مثلا بي اتش بي او اي شيء كان ريد هات دورة ريد هات الجديدة. اضف الى ذلك انا موجود ايضا في جروب اخر اللي هو جافي كوميونيتي موجود ايضا فيها ممكن انه تشاركونا. اذا هذا بالنسبة لل محمد عيسى اللي هو اني. اوكي طيب ما دام اعطينا مقدمة تعريفية ممكن تتابعني على هذه الاشياء في ايميلات موجودة على الموقع الرسمي على الجيميل او على ايميل الرسمي ممكن انه تتابعني. خلونا نوقف نبدأ بالكوردوفا فون جابس بالدرس القادم. مع السلامة.